هذا وانطلقت جلسات مؤتمر الشرق الأوسط للتكنولوجيا العسكرية بايدك 2019، والهدف لمناقشة قضايا تشمل الوضع الراهن ومستقبل التكنولوجيا العسكرية واستراتيجيات الدفاع السبراني. بمشاركة نخب بارزة وكفاءات متخصصة من دول العالم، انطلقت جلسات مؤتمر الشرق الأوسط للتكنولوجيا العسكرية الذي ناقش في جلساته الأولى تأثير السباق العالمي والمنافسة لتطوير التكنولوجيا العسكرية على توازن القوى العالمية الراهنة. يجب أن تتكاتف جميع الدول لمحاربة هذا الإرهاب الذي أعتقد انتقل إلى مرحلة أخطر وأصعب على الجميع، وخاصة خطورة تواجد هذا النوع من التكنولوجيا الصواريخ البالستية في يد منظمات إرهابية وميليشيات لن تتوارى عن استخدامها وقتل الأبرياء في هذا الشيء. فلهذا الموضوع أعتقد مهم جدا وحساس، وأعتقد خطير، ويجب الاستفادة من الدروس التي قدمت اليوم والملاحظات. كما ناقشت جلسات المؤتمر آثار التكنولوجيا العسكرية الراهنة للدفاع السبراني من خلال استعراض تجارب الدول والمؤسسات الدفاعية. سعدنا اليوم بالاستماع العديد من الموضوعات التي تشكل هاجس كبير لأهل المنطقة. المؤتمر ركز على المخاطر التي تواجه المنطقة: الأمن السبراني، الذكاء الاصطناعي، ركز أيضا على أهمية مواجهة المخاطر. وتسهم جلسات المؤتمر من خلال تبادل الرؤى بين الخبراء وأصحاب الاختصاص في إيجاد الحلول الرامية لتحقيق البيئة الآمنة والمزدهرة في المنطقة، لتؤكد دور البحرين الرائد في ترسيخ الأمن الإقليمي والعالمي.